وهلا والله بشبابكم حلقة ان شاء الله تكونوا بألف خير. شكرا نشوفكم مقطع جديد تحدي هيك على السريع سريع سريع من تحديات الاسبوع السابع. وبحكي لك في هذا التحدي يا شباب اوش لا قبل ذات مقطع شباب لازم تدعمونا اوشكم تصلوا على النبي. يلا صلوا على النبي شباب اولا صلوا على النبي محمد بعدين لازم تدعمونا خلال الضغط على زر الاشتراك لايك للمقطع وفعل الجرس كمان لا تنسوا تستخدموا كود اتوب شوف شيش الظهر امامكم. ومطلوب منك من هذا التحدي بحكي لك قم بتصفيه الخصوم وانت صفر شيلد يعني فيش معك شيلد بالمره يعني درع هذا الخط الازرق ما تكون معبي فيه بالمره. انا بفضل انك تفوت فيه عشان تخلصه بسرعه فوت دمدمه فريق يعني او حتى جيم عادي يعني تنزل تقدر تقتل اذا زدت مع واحد على نفس البيت وانت بالفاس تقدر تقتله يعني في اكثر من طريقه. فانه هذا التحدي يعتبر من التحديات السهله جدا انا بس حبيت انا اعمله عشانكم مش عشاني يعني بس اوكي. وهذا هو التحدي من التحديات زي ما حكينا الاسبوع السابع ومتى راح يطلع الاول الثاني الثالث. انا اول ما يعني يطلع عندي راح اكتب لكم في التعليق قصدي راح اعملكم انه عام. كيف عم يكون عام؟ هو راح يصير عام اصلا يعني انت شايفينه مش عارف شو الغبها غبها مطلق عندي الحمد لله رب العالمين. وهيك يا شباب بكون خلص المقطع اليوم لازم نخبط على زر اشتراكك مقطع فعل الجرس خلينا نشوفكم فيديو مقطع جديد ومع السلامة بيس.